بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. خلاص دخلنا في مراحل حاسمة، بنتكلم على مواجهات فاصلة وحاسمة في الدوري المصري، وبنتكلم على المباراة الأخيرة الجولة الختامية من نهائي دوري أبطال إفريقيا، مباراة الأهلي والوداد الرياضي المغربي. تحدد بشكل رسمي ونهائي خلاص الموقع النهائية هتكون ما بين الأهلي والوداد الرياضي المغربي بعد تأهل الوداد على حساب مامولودي سان داونز بطل جنوب إفريقيا بالأمس بعد التعادل الإيجابي 2-2. بالأمس كنا بنتابع بالتأكيد تفاصيل المباراة، وكنا بنديك كل شوية نتائج ممكن مين يتأهل، والمباراة كانت رايحة جاية، لكن خلاص بعد نهاية الحلقة انتهت المباراة وتأكد رسميا تأهل الوداد الرياضي المغربي ليواجه الأهلي يوم 4 يونيو الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، ولقاء العودة هيكون في كازابلانكا على مركب محمد الخامس يوم 11 يونيو الساعة 10 مساء أيضا بتوقيت القاهرة. الفترة اللي جاية عندنا أعتقد يعني مراحل حاسمة، نحسم بطولتين نختم بيهم الموسم بعد الفوز باتنين سوبر، بطولة كاس عندنا الدوري ودوري أبطال إفريقيا، وبالتأكيد الأهلي عنده تحدي عشان يستعيد اللقبين تحديدا، بطولة الدوري اللي خسرها العام الماضي ودوري أبطال إفريقيا أيضا اللي خسرها العام الماضي، وبإذن الله إن شاء الله هيكون خير تعويض وختام ناجح وموسم ينتهي بشكل إيجابي لصالح النادي الأهلي. حلقة النهاردة فيها كواليس كتيرة جدا، وهنتكلم على المرحلة اللي جاية، الأهلي بينتظر إيه الفترة اللي جاية، مباريات المحلية إمتى، مباراة نهائي إفريقيا بيتم التحضير ليها إزاي من قبل الاتحاد الإفريقي. كل التفاصيل والكواليس هتسمعوها من خلال برنامج الترند، لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة. و بدري بدري كده قبل حوالي أسبوعين يعني عايز أعرف رأي حضراتكم في المواجهة والموقعة المنتظرة بين الأهلي والوداد المغربي. النهاردة بنتكلم 21 مايو، المباراة يوم 4 يونيو، يعني باقي 14 يوم على لقاء الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وأستعرض أكبر قدر من أرائكم في ختام الحلقة بإذن الله. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة إنبي في الدوري، وكمان الشناوي يخضع لبرنامج مكثف للتعافي من الإصابة. وفي الترند العالمي، مانشستر سيتي يتسلم درع الدوري الإنجليزي اليوم للعام الثالث على التوالي، يعني مانشستر سيتي بيحقق لقب الدوري الانجليزي. عموما الف مبروك للسيتي وهارد لك لارسنال، عمل موسم بصراحه رائع جدا ومميز جدا، ولكن جه في اللحظات الاخيره يعني ما كانش عنده النفس الطويل عشان يفوز بالبريمير ليج الدوري الانجليزي. طيب مباريات اليوم، النهارده بدايه مباريات الجوله 29 للدوري العام، وفي مباراتين الساعه 7 الاسماعيلي على استاد الاسماعيليه يستضيف فريق حرس الحدود، والساعه 9:30 غزل المحله على ملعب المحله بيستضيف بيراميدز. نروح لمباريات الدوري الانجليزي، وفي هذه اللحظات في مباراه ما بين وستهام يونايتد مع ليدز يونايتد، والتعادل الايجابي 1-1. ايضا في نفس التوقيت برايتون متقدم على ساوثهامبتون بنتيجه 2-0. الساعه 6 هي مباراه ديربي ومباراه قويه ما بين السيتي وتشيلسي، ولكنها مباراه احتفاليه للسيتي بعد الفوز بالدوري الانجليزي بعد خساره ارسنال بالامس. المباراه دي النهارده الساعه 6 بين السيتي وتشيلسي. الدوري الاسباني، ومباراة رايو فاليكانو مع اسبانيول، واسبانيول فاز 2-1. 5:15 اتلتيكو مدريد بيستضيف اوساسونا، 7:30 فالنسيا بيستضيف ريال مدريد، الساعة 10 من مساء اليوم اشبيليه بيستضيف ريال بيتيس. الدوري الايطالي، وانتهت مباراة ليتشي وسبيزيا بالتعادل السلبي 0-0. في هذه اللحظات في مباراة ايضا ما بين تورينو وفرونتينا، التعادل السلبي بين كلا الفريقين. الساعة 7 من مساء اليوم أيضا نابولي بيستضيف إنتر ميلان، والساعة 10 إلا ربع أودينيزي بيستضيف لاتسيو الإيطالي. دي مجموعة من مباريات اليوم، جولة فيها مباريات ممتعة ما بين الإنجليزي والأسباني والإيطالي والدوري المحلي الدوري المصري، اللي كنا ننتظر بالتأكيد يوم الثلاثاء القادم عودة الأهلي للدوري من جديد بعد فترة طويلة جدا من انشغاله بالبطولة الإفريقية. فاصل ثم نواصل. الناس عايزه تسمع مننا تفاصيل كتير على المرحله الجايه. يمكن الحمد لله والفضل لله على مدار 3 سنين من خلال انطلاقه برنامج الترند على شاشه قناه الاهلي، دايما الناس متعوده مننا تسمع كل الجديد على المراحل الجايه، بالذات لما بنوصل بقى على نهائي دوري ابطال افريقيا.
لعبنا نهائي دوري ابطال افريقيا 2020، لعبنا نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 2022 2023، والحمد لله لو الشريط يرجع كده لورا شويه الناس هتفتكر وتعرف ان البرنامج هنا دايما وابدا كل الاخبار والمعلومات على فريق الاهلي واستعداد الاهلي وكمان التحضير للمباريات الافريقيه اللي بيحصل، وبتبقوا دايما معانا اول باول. طيب احنا عندنا مباراتين مهمين جدا في دوري ابطال افريقيا، ولكن في نقطه مهمه جدا عايز اقولها للجمهور لانها بتجيلي رسائل كتيره قوي. ماتش النهائي امتى؟ هل ممكن الميعاد يتغير ولا لا؟ هل في تضارب مواعيد مع الاجنده الدوليه ولا لا؟ طيب الماتش هيبقى الساعه كام؟ طب طاقم الحكام مين؟ عارفين انتوا بقى ايه الكواليس والتفاصيل؟ طب الحضور الجماهيري في استاد القاهره ممكن يبقى امتى؟ يعني هيبقى كام؟ كل التفاصيل دي من امبارح من اول ماتش الوداد وصن داونز ما خلص وخلاص اتعرف الطرف الثاني، رسائل كتير بقى الناس كلها عايزه تعرف كل التفاصيل، وانا عايز اقول للناس يا جماعه يعني نستنى شويه، النهارده احنا 21 مايو، لقاء الذهاب لسه 4 يونيو، يعني بنتكلم بالظبط حوالي اسبوعين، النهارده الحد، يبقى الحد اللي جاي، لا اللي بعديه. طيب امتى نعرف كل التفاصيل المتعلقه بمباراه النهائي يوم 4/6 اللي هيستضيفها الاهلي على استاد القاهره او اللي هيلعبها الاهلي على استاد القاهره مع الوداد؟ نبدا نتكلم باذن الله من يوم الخميس اللي جاي او الاربع اللي جاي ان شاء الله، احنا خميس وجمعه اجازه، فمن يوم الاربع اللي جاي نبدا نشوف اخر الاخبار والكواليس المتعلقه بمباراه الاهلي والوداد. بنفس الامر هيكون لقاء العوده، اول ما بيتحدد طاقم الحكام والمراقبين وتقنيه الفيديو و الحضور الجماهيري هيبقى بنفس الإطار، هيتحدد أيضا في نفس التوقيت مباراة العودة هتبقى الساعة كام. ولكن أنا طبعا في بداية الحلقة أكدت لكم إن المواعيد الرسمية من خلال متابعتنا مع مصادرنا في الكاف، ماتش الذهاب الساعة 10 بتوقيت القاهرة، ماتش العودة هيكون الساعة 10 بتوقيت القاهرة، طبعا بتوقيت المغرب هيكون الساعة 8، فدي التوقيتات المختلفة ما بين كلا الدولتين، لأن الكاف دايما عنده مواعيد ثابتة. لما بنلعب في التوقيت الشتوي بتبقى المواعيد 3 6 9، الساعة 3 الساعة 6 الساعة 9، لما بننتقل للتوقيت الصيفي وبنغير الساعة بتبقى المواعيد الساعة 4 الساعة 7 الساعة 10، مفيش مواعيد تانية الكاف بيتعامل معاها إلا دي المواعيد الرسمية طبقا طبعا لمواعيد البث والحقوق التسويقية الخاصة بإذاعة المباريات. فاكرين برضو الأسبوع اللي فات كانت جات لي رسائل كتيرة، إزاي صن داونز يحدد مباراته الساعة 4 العصر؟ إزاي الكاف ساكت؟ لا ده الكاف بعت لصن داونز وبيعترض، وانا لا رديت ولا علقت على كل الاخبار دي، انا عارف ان هي اخبار كاذبه ومفبركه والهدف منها بس يبقى في تفاعل على السوشيال ميديا، ولكن هو كان اتحدد الطرف الثاني يا جماعه عشان نطلع نرد على التفاصيل دي؟ اكيد لا. هل كان التعرف؟ لا. يعني انا عايز اقول لكم على حاجه برضو غريبه جدا، يمكن الاشقاء في المغرب صدقوا الخبر، يعني في بعض الناس الزملاء في المغرب صدقوا الخبر وافتكروا حتى ان النادي الاهلي طلب من الكاف ان الماتش الفاينل ما يتلعبش الساعه 4 العصر. شوفوا احنا وصلنا لاي مدى من ان في بعض الناس بتفبرك اخبار على السوشيال ميديا، في الناس ممكن والله تصدقها وممكن تضر ناديك حتى بمعلومه زي دي، لان الطرف الثاني اللي مستنيك في الفاينل يقول لك هو انت للدرجات حتى يعني مش شايف ان انا ممكن اوصل فاينل، فانت بتحضر من عفوا بتحضر من دلوقتي انك رايح جنوب افريقيا؟ طبعا كل الكلام ده ما حصلش، يعني لا الاهلي حضر لفكره جنوب افريقيا ولا بعت للكاف ولا الكاف بعت حتى لصن داونز، وبالتالي المباراه النهائيه دلوقتي مع الوداد، فكره بقى المباراه عصرا تفتح السوشيال ميديا ما تلاقيش حد جاب سيره، كل الناس كانت بتتكلم على الساعه 4 العصر كله اختفى، المواقع اللي كانت بتتكلم على القصه دي وفي مواقع كبيره بالمناسبه اختفت، ما خلاص بقى ما مش هينفع، ما اصل المباراه مش هتتلعب في المغرب الساعه 2 الظهر يعني اكيد هتتلعب بالليل. فكل حاجه بتفاصيلها هنقول لكم عليها ان شاء الله، لكن بدايه من الاربع اللي جاي هيكون عندنا كل التفاصيل المتعلقه باطقم التحكيم لمباراه الذهاب مباراه العوده الحضور الجماهيري الترتيبات الخاصه بلقاء القاهره. ولكن قبل ده بقى احنا عندنا ثلاث مباريات محليه، عندنا هنلعب مع انبي يوم الثلاث، وهنلعب مع طلائع الجيش يوم الجمعه، وهنلعب مع سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين. احنا عندنا ثلاث مباريات محلية، دي مباريات فاصلة وحاسمة في الدوري العام، دي مباريات مهمة جدا. الاهلي فارق النقاط بينه وبين المنافسين اكيد فيها مسافة كبيرة، ولكن في نقطة، احنا لعبنا في الدوري لغاية دلوقتي 21 مباراة، المنافس اللي بعدينا فيوتشر وصل لحوالي 27 او 28 مباراة، فبنتكلم في فارق 7-8 مباريات، وفارق النقاط مع الاهلي حاليا حوالي نقطتين او ثلاثة. ولكن مهم جدا نركز على نقطة مهمة، لازم تكسب المباريات المؤجلة ليك، والناس هتقعد تحسب المؤجلات من دلوقتي هنتعرض لنفس الضغوط اللي كانت موجوده السنين اللي فاتت، لا فمش هنتعرض لده، هنلعب كل مباراه على حده. عندك مباراه انبي يوم الثلاث اللي جاي، تحضر لمباراه انبي وان شاء الله تكسبها، تقفل صفحه انبي، تركز في مباراه الجيش يوم الجمعه،
بعدها مباراة سيراميكا يوم الاثنين، فدي ثلاث مباريات محلية مهمة جدا قبل مباراة الوداد المغربي. فيهم ضغط؟ فيهم ضغط، بس للأسف يعني هيبقى فيه ضغط كبير جدا الفترة اللي جاية. ولكن نحسب مع بعض كده حسبة بسيطة لمشوار الأهلي الجاي في الدوري العام. هنلعب 23/5 مع إنبي، 26/5 مع الجيش، 29/5 مع سيراميكا كليوباترا. دول ثلاث مباريات على ال 21 مباراة اللي لعبناهم في الدوري، يبقى كده لعبنا 24 مباراة. كم مباراة متبقية للأهلي عشان يختتم منافسات الدوري العام؟ بنتكلم ما يقرب من حوالي 10 مباريات. مش هيلعبهم إلا بعد 20/6. إزاي؟ يوم 4/6 مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال. المباراة دي هتتلعب في القاهرة. فمن 29/5 ل 4/6 مفيش مباراة في الدوري. هنلعب المباراة الذهاب يوم 4/6. طيب من 4 ل 11 طبقا للائحة رابطة الأندية مفيش مباراة في النص للدوري العام. هتحضر وتشتغل بس على مباراة أفريقيا من يوم 4 ليوم 11. طيب الأجندة الدولية لمنتخبنا هتبدأ من يوم 12، من 12/6 ل 20/6. هيلعب مباراة مع غينيا في مراكش يوم 14/6، وجاري الإعداد للتحضير لمباراة ودية غالبا ممكن تكون في القاهرة في ختام الأجندة الدولية. إذا تبدأ تحسب ال 10 مباريات المتبقية للأهلي في الفترة من 22 أو 23/6 لغاية طبقا للميعاد اللي قاله الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية 20/7. بس أنا حسبت حسبة كده، هو لسه أكيد الحاج عامر حسين خلال الساعات اللي جاية هيطلع الحسبة دي، بس أنا حسبتها فكرة إن الأهلي يلعب من 22 أو 23/6 ل 20/7 10 ماتشات. يعني هل ده ممكن يحصل؟ يعني أنا حسبتها لقيتها صعبة. مثلا هتلعب بعد نهاية الأجندة 20/6، هتلعب 24/6 مثلا، 28/6، 1/7، 4/7، 8/7، 12/7، 16/7، 20/7. أنا حطيت ما بين كل مباراة والتانية في مباريات 72 ساعة وفي مباريات 48 ساعة. يعني ضغط، يعني مش هعمل مثلا مباراة كل يوم، استحالة. فعلى قدر الإمكان حطيت 8 مباريات في الفترة من 24/6 ل 20/7. يعني بنتكلم في حوالي 25 يوم 8 مباريات، يعني كل 72 ساعة مباراة في المتوسط. متبقي جولتين. هل الجولتين دول هيتلعب بقى في الاسبوع الاخير من 7 في ظل ان في بطوله عربيه، فممكن الدوري مش هيتوقف اثناء البطوله رغم ان في الفريق المنافس معانا في الدوري هيلعب بطوله عربيه؟ هل الدوري ممكن يستكمل في اول 8 بعد ختام البطوله العربيه؟ ده اللي هننتظره بقى خلال الساعات اللي جايه. ولكن بحسبه الورقه والقلم كده، فكره ان الاهلي يلعب 10 ماتشات من 22 23 6 ل 20 7 تكاد تكون مستحيله، تكاد تكون مستحيله. لان الاهلي مؤجلاته بسبب وصوله نهائي افريقيا ومشاركته في كاس العالم للانديه، لا فرق المباراه النهارده بنلعب في الجوله 29 والاهلي لعب في الدوري 21 مباراه، فالفارق ده اكيد هنشوف الفتره الجايه ايه اللي ممكن يحصل لما الاتحاد او رابطه الانديه تحديدا تعلن عدد مباريات الدوري في الفتره اللي جايه. قدر الامكان حاولت بس اقربكم من الصوره اللي هيحصل في نهائي دوري الابطال والمواعيد المنتظره الفتره الجايه عشان نقول لكم ابرز الاخبار والمعلومات. وكمان ركزنا على الدوري شويه وقلنا المراحل الجايه في الدوري العام. الناس ممكن بقى تسالني دلوقتي على الغيابات، عندنا اصابات، ايه الوضع؟ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، عندك كريم فؤاد واكرم توفيق، دول ان شاء الله مكملين لغايه اخر الموسم، صعب جدا يلحقوا بمباريات الدوري او مباريات افريقيا. محمد الشناوي هو هيبقى يعني الحاله الوحيده الطبيه اللي هيكون فيها متابعه خلال الفتره الجايه على امل لحاق الشناوي بذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. كلكم عارفين ان الشناوي طبعا تعرض لاصابه وما كانش موجود في ماتش الترجي التونسي، وكده كده موقوف في ثلاث مباريات الدوري العام. يلحق مباراه 4/6 لسه يعني سابق لوانه، النهارده 21/5 بنتكلم في حوالي 13 14 يوم، فهنقل شويه من فكره التفاصيل الطبيه المتعلقه بالشناوي لغايه لما نقرب شويه من موعد النهائي. الجهاز الطبي بيشتغل في نفس الوقت، كمان الشناوي عنده حماس كبير جدا يكون موجود في النهائي بإذن الله، لكن هننتظر شوية ونتمهل شوية في التفاصيل المتعلقة بعودة الشناوي للتدريبات والمباريات الجماعية. النقطة الأهم كمان، ودي رسالة الجماهير الأهلي على السوشيال ميديا، كل من قلل الكلام على مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بتفاصيلها وانتوا أكيد فاهمين أقصد إيه بتفاصيلها، الدنيا هتبقى هادية وهتلعب نهائي بدون اي ضغوط، لان البعض ممكن يبدا بقى يفكر في اي حاجه وانت داخل على موقعه ومباراه مهمه جدا مع الاشقاء في نادي الوداد. فاكيد تركيزنا كله على الدوري
وبلاش بقى ايه بعض الناس اللي بتتكلم في تفاصيل مش موجوده ومش مطروحه، ونركز في اللي جاي، لان انا واثق ومتاكد ان النهائي ده هيكون كرنفال عربي في بطوله افريقيه، وباذن الله ان شاء الله ربنا يوفق الاهلي. وانا عندي ثقه كبيره جدا ان الاهلي هيقدر يعود بالاميره السمراء يوم 11 يونيو، ويكون كاس دوري ابطال افريقيا هنا ان شاء الله في مقر الاهلي وفي قناه الاهلي في يوم 12/6. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، وترند الاهلي، نشوف في ترند الاهلي ايه اللي اتكتب في السوشيال ميديا، لان في تفاصيل مهمه جدا عايزين نعلق عليها. اولا اليوم السابع، ومن خلال حسابه الرسمي على الفيسبوك، قال مكافآت اجاده في الاهلي بعد الاطاحه بالترجي والتاهل لنهائي افريقيا. طبعا يا جماعه كلكم عارفين ان الجوائز المقرره من الاتحاد الافريقي للبطولات الافريقيه السنه دي تم زيادتها بنسبه 40%. دوري ابطال افريقيا اصبحت جائزه الفائز باللقب 4 مليون دولار والوصيف 2 مليون دولار. نفس الامر بالنسبه للكونفدراليه، حاليا اصبح الفائز بكاس الكونفدراليه 2 مليون دولار. وبالتالي لائحه المكافآت، الوصول للنهائي، الفوز باللقب، اكيد هيبقى في حوافز ماديه خلال الفتره اللي جايه. ده ممكن يتم طبقا لفكره يبقى ماشي بالتوازي. البطوله كانت جائزتها 2.5، فالمكافاه كانت بحد معين، دلوقتي الجائزه وصلت ل 4 مليون، فانت اكيد هتشتغل على فكره الحافز المادي للاعبين قبل هذه المباراه الكبيره جدا مع الوداد يوم 4 و11 يونيو المقبل. فباذن الله هيكون في يعني كل الحوافز بخصوص نهائي افريقيا، وفي حافز قبل التفاصيل الماليه، في حافز معنوي مهم جدا عند اللاعب. لاعب وصل نهائي، لعب امام نفس الفريق، خسر اللقب العام الماضي، فبالتاكيد عايز يبقى في رد اعتبار ويفوز بالبطوله السنه دي. وده بقى شيء يعني في يعني كل واحد اكيد بيفكر في ده، لانه عايز يعمل مجد شخصي ليه قبل فكره الحوافز الماليه والمصلحه الجماعيه للفريق في الفتره اللي جايه. طيب حساب جول مصر بيقول ان دفاع الاهلي يتالق في دوري ابطال افريقيا. الفريق حافظ على نظافه شباكه للمباراه السادسه على التوالي في البطوله القاريه. لو تتذكروا منذ لقاء سان داونز في الجوله الرابعه، الاهلي لعب الجوله الخامسه والسادسه، كسب القطن الكاميروني 4-0 في جروه، كسب الهلال السوداني في الجوله السادسه في استاد القاهره 3-0، فادي 7 اهداف، ولم يدخل الاهلي او لم يدخل مرمى الاهلي اي هدف. نروح للكوارتر فاينل الدور الثمانيه، كسبت الرجاء الرياضي المغربي في القاهره 2-0، فاصبح عندك 9 اهداف ولم يدخل مرماك اي هدف. على مدار 90 دقيقة وفي ضغوط قوية جدا في مركب محمد الخامس، نجحت في التعادل والخروج بالمباراة 0-0. ثم ذهبت إلى ملعب رادس وواجهت الترجي التونسي وفزت في رادس وفي عقر نادي الترجي 3-0، فبنتكلم على 12 هدف. عدت إلى القاهرة ونجحت في الفوز بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي أصبح لديك 13 هدف ولم يدخل مرماك أي هدف. إذن منذ مباراة سان داونز نجح الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة حتى الوصول إلى المباراة النهائية. بإذن الله عندي ثقة كبيرة جدا في لعيبة النادي الأهلي، هيقدروا يرجعوا من كازابلانكا ويعملوا في المباراتين نتيجة إيجابية بإذن الله خلال المرحلة اللي جاية. لذلك اللغة الرقمية مهمة جدا وانت داخل على مباراة نهائي دوري الأبطال، تشوف انت بقيت كنت فين ودلوقتي وصلت لأي مرحلة من الأرقام والانتصارات. سبورت 360 مصرية بيتكلم على علي معلول، وقالوا ان علي معلول منذ بدايه دور المجموعات في افريقيا هذا الموسم عمل 19 اسيست، هو الاكثر بالتساوي مع زيزو، 5 اسيست الاكثر بالتساوي مع بيرسي تاو. بطوله كبيره بيقدمها ملك الحلول. من الامور اللي لفتت انتباهي وانا بتابع المواقع والاذاعات التونسيه على هامش مباراه الاهلي والترجي التونسي، كل الزملاء والاعلاميين والاذاعيين في تونس كانوا بيسالوا سؤال واحد، ليه دايما في مصر بتقولوا هو علي معلول ملك الحلول؟ والسؤال ده دايما هناك الاشقاء في تونس بيطرحوه، لان علي طبعا كابتن منتخب تونس واحد العناصر المهمه جدا، ولكن ما بقاش في التشكيله الاساسيه تحديدا في الفتره الاخيره، ولكن علي على المستوى المشاركه مع النادي الاهلي بيقدم مستويات طيبه جدا. فالناس في تونس عايزه تعرف المعادله الصعبه دي، يعني علي ما بيشاركش مع منتخب تونس وفي نفس الوقت مع الاهلي متالق جدا، فليه بتسموه ملك الحلول؟ الزملاء الاعلاميين في مصر او حتى الجماهير اللي تفاعلت على السؤال قالت علي معلول ملك الحلول لحاجتين، اولا صناعه الفرص، ثانيا لتسديد ركلات الجزاء، ثانيا لانهاء مباريات في بعض التمريرات اللي ممكن تكون المباراه فيها صعبه. ومش هدي تفاصيل كتير، هدي مثال مباراه الاهلي والرجاء في الدقيقه 45 من الشوط الاول،
مباراه متكتفه بلغه الكوره، مفيش مساحات، الشوط الاول خلاص بيقترب من النهايه والتعادل السلبي، وفجاه اوفر بشوطه من علي معلول ينقض عليها محمد عبد المنعم وبراسه تدخل في الزاويه اليسرى لانس زنيت المغربي، وبالتالي ده حل من حلول علي معلول. لذلك دايما جماهير النادي الاهلي والاعلام في مصر يطلق على علي معلول هو ملك الحلول، وكمان في لقب تاني يمكن علي بيحبه جدا، اسرع ديليفري في مصر، نتيجه طبعا الاسيست والاهداف اللي بيصنعها مع لاعبي النادي الاهلي. طيب الوطن سبورت بيقولوا نهائي افريقيا ينقذ 4 لاعبين في الاهلي، مين الاربع لعيبه؟ ومن وجهه نظر الوطن سبورت بيتكلم عليهم، هو بيقول ان قفشه والقندوسي وشريف وعبد القادر. كولر قرر اعادتهم للتشكيله الاساسيه بعد ما كانوا بعيد شويه في الفتره اللي فاتت. طب ده بسبب ايه؟ طبقا للتقرير المكتوب في الوطن ان الاهلي مقبل على نهائي افريقيا، وقبل نهائي افريقيا هيلعب 3 مباريات في اقل من حوالي 7 ايام، هيلعب الثلاث الجمعه الاثنين، ففي 7 ايام هتلعب 3 مباريات، فمحتاج تعمل روتيشن على التشكيله الاساسيه، فاكثر 4 حسب التقرير المذكور في الوطن ممكن يستفيدوا بالروتيشن ده ويرجعوا للتشكيله الاساسيه، قفشه، القندوسي، محمد شريف، واحمد عبد القادر. ولكن صدقوني رغم كل هذه التقارير والمصادر، ولكن كولر دايما ليه فلسفه مختلفه، اعتقد شفناها في ماتش الترجي، كسبان 3 ولكن نزل بنفس التشكيله الاساسيه. هل كولر هيفكر في تغيير او تعديل ولا يلعب بنفس المجموعه؟ ده هنشوفه باذن الله خلال ال3 مباريات اللي جايه، ونتمنى ما يكونش فيها اجهاد ولا اصابات قبل موعد نهائي دوري ابطال افريقيا. يلا كوره، ركزوا على موقف الشناوي من موقعه الوداد. مصدر في الاهلي قال ان الشناوي حارس الاهلي هيخضع لبرنامج مكثف للتعافي من الاصابه، مشيرا الى انها سيكون لائقا للمشاركه امام الوداد المغربي. وانا مش حابب اشرح تفاصيل اكتر من كده لان لسه عندنا مساحه وقت، وان شاء الله الشناوي يكون موجود مع كل زمايله في مباراه النهائي. في الجول، زهير المترجي في تصريحات نقلها او نقلتها صحيفه المنتخب المغربيه، قال عقب مباراه الامس مع سان داونز سنكون في الموعد امام الاهلي ونحافظ على لقبنا الافريقي. اتكلم على مباراه سان داونز وقال نستحق التاهل للمباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا وسنكون في الموعد امام الاهلي ونحافظ على لقبنا الافريقي. التاريخ بيقول، هو طبعا التاريخ حاجه ولغه الارقام حاجه والملعب حاجه تانية خالص، بس التاريخ بيقول لما الوداد بيفوز بلقب وبيصل في العام التالي للمباراه النهائيه بيخسر اللقب. حصل ده في 92، حصل ده في 2017، ودي المرة التالتة 2023. في 92 فاز باللقب، 93 وصل فاينل وخسر، 2017 فاز باللقب، 2018 خسر اللقب من الترجي التونسي. طيب 2022 فاز باللقب، 2023 التاريخ هيقول ايه؟ هننتظر ونشوف ماذا سيسفر عنه خلال الفترة اللي جاية. كرة بلس، واخر حاجة معايا، الاهلي يكشف تفاصيل اصابة رأفت خليل وموعد عودته. رافت كان تعرض لاصابه في العضله الضمه قبل مباراه الترجي لقاء الذهاب اللي كان في تونس، وكانت سبب في غيابه عن التدريبات الجماعيه. ويمكن مصدر في الاهلي قال للكوره بلس ان يعني رافت قدامه 5 ايام من اجل العوده للتدريبات الجماعيه مره اخرى خلال الفتره اللي جايه. عموما ممكن يتم الاستفاده بمجموعه من العناصر الصاعده في المباريات اللي جايه في الدوري، ده وارد جدا في ظل ضغط الماتشات، لكن هنشوف في النهايه كولر هيفكر ازاي في المرحلة اللي جاية. ده كان أبرز الأخبار والمعلومات اللي كانت موجودة في ترند الأهلي. نخرج لفاصل وبعد الفاصل نستكمل باقي فقرات البرنامج. أهلا بحضراتكم من جديد والترند المحلي. الترند المحلي فيه تفاصيل كمان مهمة جدا، لأن فيه أمور مرتبطة بالنادي الأهلي كمان خلال الفترة اللي جاية. البداية من كورة بلس، وقالت رابطة الأندية تجري تعديل على موعد انطلاق 3 مباريات في الدوري المصري. التعديل على مباراة المقاولين العرب وطلائع الجيش ميعادها بكرة الاثنين، هتتلعب الساعة 9:30 بدلا من 7 مساء، فاركو وسموحة يوم الثلاثاء هتتلعب الساعة 9:30 بدل 7 مساء، فيوتشر وسيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء هتتلعب 9:30 بدلا من 7 مساء. ولو تاخدوا بالكم يعني المباريات الفترة الجاية معظمها هتكون في وقت متأخر شوية بسبب طبعا التوقيت الصيفي. طيب نروح لحساب بطولات، وبيريرا يحتوي غضب الحكام بتسلمهم الايميل او بتسليمهم الايميل. طيب الفكره بحد ذاتها ان عدد من الحكام طلبوا مناقشه فيتور بيريرا بشان بعض الامور المتعلقه بسياسات العمل، واعترضوا على التعيينات والتشكيك في نزاهه بعض المساعدي فيريرا، وان هم بيفضلوا حكام على حساب حكام. بيريرا قال لهم اوكي نتناقش، بس ابعتوا لي ايميلات بالتفاصيل اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها.
وبالفعل ابتدى يبقى فيه ايميلات مباشره بتروح لفيريرا من الحكام. بصراحه يعني انا ملف التحكيم بتكلم فيه بقالي فتره طويله، من قبل حتى ما يجي مارك كلاتنبرج، فتره عصام عبد الفتاح، فتره كلاتنبرج، فتره بيريرا. بيريرا في البدايه لما جه كان بيسمع وكان بيشوف الدنيا ماشيه ازاي والمطبخ بيدار ازاي، ولكن فتره السمع طولت شويه او طولت قوي. في الاجتماعات الفنيه في حكام كتيره بتشتكي، وفي مشاكل انا قلتها في فتره كلاتنبرج كانت سببها المجموعه المعاونه لكلاتنبرج، ونفس المجموعه دي هي موجوده حاليا. مش بتكلم على المجموعه ككل، المجموعه فيها ناس بصراحه يعني على المستوى التحكيمي والمستوى الاخلاقي ناس محترمه جدا وناس مهنيين جدا، ولكن انا بتكلم على واحد او اتنين اعتقد حتى هم في اللجنه عارفين انا بتكلم على ايه. نفس المجموعه دي او نفس الاتنين دول عملوا مشكله في الفتره السابقه وبتتكرر نفس المشاكل دلوقتي. طيب فيتور بيريرا المفروض شايف مشاكل لسه هيبدا يبص ويشوف اللي هم بعتوا لي ايميلات، يعني فكره الايميلات والتواصل بالشكل ده دلوقتي بعد توليك المسؤوليه بثلاث اربع شهور، لا يعني فتره مش كويسه، وانا مش شايف يعني في امور ايجابيه بتتم، واتمنى ان يكون في حل لبعض التفاصيل اللي بتحصل في اللجنه، لان الموسم السنه دي الاهلي الحمد لله يعني حاسمه ماشي بشكل كويس جدا، ولكن على مستوى التحكيم والتطوير انا لغايه اللحظه دي مش شايف اي تطوير، بالعكس انا شايف نفس الاخطاء اللي بتحصل في المواسم السابقه بتتكرر في الموسم الحالي. وبعدين مستحقات الحكام لغايه دلوقتي ازاي ما اتدفعتش؟ يعني دي برضو من النقاط الغريبه جدا، في مستحقات الحكام لازم تدفع، ليه تتاخر كل الفتره دي؟ محدش عنده اجابه. طيب ملعب القرار 24 بيقول قرار منتظر بشان المنتخب الاولمبي قبل المشاركه في امم افريقيا بالمغرب. كلنا عارفين ان بطوله افريقيا تحت 23 سنه المغرب هتنظمها في ختام شهر 6 المقبل، ودي البطوله المؤهله لاولمبياد باريس. ان شاء الله باذن الله منتخبنا موجود في المجموعه الثانيه، وان شاء الله نضمن التاهل من خلال تواجدنا في المغرب ونصل لمرحله نصف النهائي، وان شاء الله نوصل للمباراه النهائيه خاصه ان حامل اللقب هو المنتخب المصري. فالفتره اللي جايه المنتخب هيحضر ازاي؟ هيعمل معسكر وهيطلع من المعسكر في برج العرب على المغرب مباشره. البطوله هتتلعب في مدينتين، هتتلعب في الرباط على ملعب مولاي عبد الله، وهتتلعب في طنجه في ملعب طنجه للاهلي لعب عليه مباريات كاس العالم للانديه، ومنتخبنا هيلعب في طنجه، وباذن الله يكون في توفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه. ده المنتخب الاولمبي اللي بيقوده ميكالي. في الجول بيتكلموا على ان في خبر اعلنته النهارده اذاعه موزاييكو التونسيه، وقالت ان معين الشعباني توصل لاتفاق مع اداره سيراميكا كليوباترا لانهاء تعاقده بالتراضي من اجل تدريب الترجي. انا قبل ما ادخل الحلقه سمعت تصريح صوت وصوره عبر اذاعه موزاييك، المراسل اذاعه موزاييك اجرى حوار مع معين الشعباني في مطار قرطاج، وخلاص بنتكلم في تفاصيل بسيطه جدا، ونادي الترجي يعلن رسميا تعيين معين الشعباني مدربا للفريق وفك الارتباط اللي كان موجود مع سيراميكا كليوباترا خلال الفتره اللي جايه. دي كانت ابرز الحاجات اللي معايا النهارده في الترند المحلي. هيكون معانا مراسل ونطلع فاصل. طيب فاصل ثم نواصل بعد الفاصل ونرجع للفقرة الأخيرة من برنامج الترند. طيب تدريب الأهلي، الأهلي بعد مباراة الترجي التونسي خد أجازة وراحة سلبية يوم السبت، والنهاردة أول تدريب بقى استعدادا لثلاث مباريات محلية في الدوري العام خلال الفترة اللي جاية، إنبي في الجيش في سيراميكا، فأكيد هتبقى مباريات حاسمة عشان تفرق شوية في فارق النقاط مع المنافسين خلال الفترة اللي جاية. طيب مزيدا من التفاصيل نروح لمقر النادي الأهلي بالجزيرة مع الزميل العزيز محمد توفيق معانا على الهاتف عشان نعرف منه آخر الأخبار والجديد بالنسبة لتدريب الأهلي اللي بدأ منذ لحظات في مقر النادي الأهلي بالجزيرة على ملعب التتش. توفيق مساء الفل. مساء الخير زميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي في كل مكان. أخبار الفريق والتدريب النهاردة أول مران، ولكن الاستعداد المحلي وليس للاستعداد الإفريقي، كل التفاصيل أكيد عندك، تطمنا على حالة الفريق والأخبار اللي لديك. دايما بنقول دايما يا محمد ده قدر النادي الأهلي، إنك كل يوم بتلعب على بطولة جديدة، مطالب في أي بطولة بتخشها إنك تكون رقم واحد، إن ده مكانك الطبيعي وده طموح إدارتك وجماهيرك وكل محبين النادي الأهلي في كل مكان، إنك دايما تبقى رقم واحد. الحمد لله يعني ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي وصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الرابع على التوالي. بنقفل الصفحه دي خالص يا محمد ونركز في بطوله ثانيه، بطوله الدوري العام اللي احنا متصدرين يعني جدول ترتيبها، برغم ان احنا لاعبين يعني اقل من بقيه الفرق بست مباريات، لكن الحمد لله الفريق ما زال متربع على القمه. زي ما انت قلت عندك ثلاث يعني مباريات في غايه الاهميه تؤكد صدارتك وتثبتك على الصداره وتقربك يمكن خطوه كبيره جدا باذن الله من اللقب 43 للدوري العام.
يمكن الفريق زي ما انت قلت خد اجازه يعني امس بس السبت، النهارده على طول الفريق بيواصل تدريباته، واستعدادا بقى لمباراه امتى ان شاء الله في الجوله 29 والمقرر لها يعني باذن الله 9:30 مساء الثلاثاء القادم على استاد القاهره الدولي. يمكن الفريق على طول بيخش التدريبات، الجهاز الفني يمكن بدا التدريب النهارده اللي زي ما انت قلت حالا بيبدا دلوقتي بمحاضره فنيه في غرفه الفيديو شرح فيها بقى اكيد كل الاخطاء اللي وقع فيها الفريق الفتره اللي فاتت، نقاط القوه والضعف، وكمان اكيد فريق امبي ومنافسه الفريق باذن الله في المباراه القادمه. الفريق طبعا هيأدي تدريبه اليوم الاحد محمد، وغدا الاثنين هيستلم استعداد باذن الله استعدادا لهذه المباراه، ومن ثم باذن الله يوم الثلاث مباراه، وعندنا على طول بقى الضغط على طول يوم الجمعه على طول عندك مباراه رايق الجيش. يمكن كمان الجهاز الفني النهارده كل اللاعبين الحمد لله موجودين في التدريبات، بطمنك عليهم يمكن بس عدد قليل جدا من اللاعبين عشان الناس اللي هتجتهد تقول ان كان في لاعبين غايبين على التدريبات هم بس، لا في بعض اللاعبين الجهاز الفني يعني راى ان هم يؤدوا بعض التدريبات الاستشفائيه فقط في الجيم، ولكن الحمد لله هم يعني من الناحيه البدنيه والناحيه الصحيه السوريه 100%، ولكن بس بعض التدريبات الاستشفائيه نظرا للاحمال اللي خدوها كتير الفتره اللي فاتت. بقيه اللاعبين الحمد لله موجودين في التدريبات بشكل اكثر من رائع، موجودين من الحاله البدنيه والصحيه، كمان كابتن محمد الشناوي اللي بيؤدي برنامجه الاستشفائي والعلاجي من اصابه السمانه موجود في التدريبات مع زملائه، ادى التدريب يمكن موجود كمان في استاد مختار التشي مع زملائه وشاركهم التدريبات ولكن من على مقاعد البدلاء. كمان يعني النهارده كريم فؤاد الحمد لله دكتور احمد ابو عبله طمنا عليه كان موجود النهارده بيؤدي برنامجه الاستشفائي والعلاجي في جيم النادي الاهلي، اتكلمت مع كريم يمكن قال انا من دلوقتي عايز انزل الملعب، ولكن الحمد لله ماشي ببرنامج التاهيل والعلاج بشكل اكثر من رائع، وباذن الله طبقا لرؤيه الجهاز الطبي ماشي في البرنامج بتاعي، وباذن الله قريبا ده هو واكرم توفيق يعني ابرز الغيابين لمده طويله عن الفريق يكونوا موجودين، وباذن الله يكونوا يعني خير يعني اعداد للنادي الاهلي وموجودين مع باذن الله ان شاء الله، خاصه في الفتره الكبيره محمد يمكن الموسم الجاي انت خلاص بتنهي في موسم اكيد بتلعب على بطولتين مهمين وكمان بتستعد الموسم الجاي باذن الله رب العالمين. طيب في المران الجماعي رامي ربيع قدامك في التدريب الجماعي يا توفيق ولا لسه ما نزلش؟ لا لا موجود، ورامي بقى له تقريبا اسبوع مع الفريق بيأدي تدريباته بشكل اكثر من رائع، خلاص اصابه الكتف يمكن تخلص منها بشكل كبير، موجود في التدريبات الجماعيه يمكن قدامي حالا دلوقتي وانت بتكلمني كل اللاعبين موجودين، عمرو السوليه يمكن بس الجهاز الفني برضه عشان منع الالتهابات، كل بس اللعيبه اللي بتاخد النهارده التدريبات الاستشفائيه هي حسين الشحات، محمد عبد المنعم، محمود عبد المنعم كهربا، هم سلام 100%، ولكن بعض التدريبات الاستشفائيه بس في الجيم النهارده تفضل الجهاز الفني هم ياخدوها عشان منع ليه اجهاد الفتره الجايه. محمد الشناوي زي ما قلت لك موجود الحمد لله بيؤدي برنامجهم، كمان اكرم توفيق وكريم فؤاد الحمد لله رب العالمين بيؤدوا برنامجهم بشكل اكثر من رائع. كويس جدا محمد توفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وطمنتنا على حاله الفريق خلال الفتره اللي جايه منعا لاي تضارب في الاخبار. زي ما قال توفيق في لعيبه محتاجه تريح فكانت في جلسات استشفائيه ولكن مفيش اصابات، عشان انا عارف البعض هيبدا يركز على التفاصيل خلال الفتره اللي جايه. طب نروح بقى للجزء الاخير من برنامج الترند والمشاركات على السؤال اللي طرحناه في البدايه، رايكم في موقعه نهائي افريقيا الاهلي والوداد، رايكم ايه في المباراه؟ يعني من بدري كده عايز اعرف وجهه نظركم في هذه المباراه. استاذ نصر بيقول لقاء كبير بين فريقين كبار، مباراه صعبه على الفريقين لتقارب المستوى الفني ومشوار الفريقين في البطوله، وكذلك خصوصيه لقاءات الفريقين في السنوات الاخيره، التركيز والهدوء والخبره سلاح الاهلي امام الوداد ان شاء الله. ناخد راي تاني، نوجا بتقول ان شاء الله البطوله اهلاويه باذن الله تعالى. استاذ محمد بيقول يا رب الفوز للاهلي، استاذ محمد بيتوقع من بدري. استاذ محمد حاتم بيقول مواجهه قويه ولكن الاهلي يستحق البطوله عن جداره واستحقاق. طيب اخر تعليق معايا، استاذ محمد عبد المعطي بيقول فريق الوداد لا يقل عن سان داونز، بالعكس جماهير الوداد اشرس، لكن ان شاء الله بالرجوله وروح الفانيلا الحمراء البطوله اهلاويه باذن الله. طبعا على المستوى الجماهيري المباريات الدربيات العربيه بيبقى فيها تشجيع وحماس كبير جدا عكس المباريات الافريقيه، ولكن في النهايه انت عندك مباراه من 180 دقيقه، 90 دقيقه في القاهره و90 دقيقه في كازابلانكا. ربنا يوفقنا ان شاء الله، ومن بكره هنركز على المباريات المحليه ولسه في شويه وقت على المباريات الافريقيه. لما يكون معانا خبر حصري وانفراد هيكون من خلالنا ان شاء الله خلال الايام القادمه. بشكر حضراتكم بالتاكيد في الختام على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.